بالظبط، يعني زي ما قال سأل كابتن عمرو يعني قعد معاهم من ضمن المشروع، يعني هو راجل جاي بمشروع فعلا منه القطاع ده. فطبعا موضوع المشروع ده يبقى الراجل ده جاي عنده استراتيجيه انه يقعد اكتر من سنه، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وعدوا مع النادي الأهلي سنتين بس إن شاء الله، يعني زي ما حضرتك بتقول لو في نتائج تساعده وتقدمه لأن عنده فيجن وعنده استراتيجية. تفتكر حضرتك هيبدأ بالولاد الصغيرين مباراة طلع الجيش، ولا يعني ممكن أنت حضرتك لسه بتقول الدفع بالناشئين بيبقى فيه وقت بالزبط. معين وقت خاص جدا هو المدير الفني اللي يكون عارفه. تفتكر ده وقت مناسب انه يدفع ببعض العناصر الشابه في مباراه طلائع الجيش؟ هو الفترات اللي كانت قبل كده مع مستر فايلر كان في بعض العناصر بتشارك في المباريات الحبيه دي حقيقة. والناس بدات تعرفهم بشكل كبير يعني. يعني في النهارده بوجود اللعيبه الخبره هاني اللي موجوده عليها تيم النادي الاهلي مش هتبقى قلقان، انت كسبان دوري مظبوط وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب بافريقيا اللي جاي وكاس مصر ان شاء الله. فانت النهارده عندك نخبه من اللعيبه اللي عندها خبرات تقدر تشيل اللعيبه دي، هي ممكن تزق اربعه خمسه مثلا من الاولاد ومحاولهم خمسه يعني ان شاء الله باذن الله يعني حتى مثلا لو ولدين في الشوط الاولاني وبعدين نبدا في التغييرات اذا كان نقدر نضيف عنصر او عنصرين برضك ندي يعني فرصه للولاد دول هم يعرضوا بضاعتهم ويعرضوا امكانياتهم لجماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج عليهم. فمش هنبقى قلقانين احنا يعني في يوم عيد ان شاء الله يوم مباراة الجيش والناس كلها بتتفرج علينا وفعلا يبقى عنصر او اتنين من ضمن العناصر الناشئين اللي يقدروا كمان يوروا الناس يوروا الناس ان هم لعيب على اعلى مستوى وان هم ممكن بالوقت يبقوا اساسيين ويكملوا المشوار مع هؤلاء النجوم يعني. طب بعيدا عن الاهلي لان الاهلي دائما ما يغرد بمفرده، يعني البطوله بشكل عام بطوله الدوري كابتن ماهر همام شافها ازاي؟ يعني قيمت حتى مستوى المدربين الشباب اللي مسكوا فرق في الموسم ده ازاي؟ طبعا الاهلي حسم البطوله من الدور الاولاني اديته ارتياحيه بشكل كبير جدا واديته ثقه. الدور الثاني حصل نوع بقى من الاستنفار والنقاط الثلاثه فحصل صراع على المركز الثاني، قدر نادي الزمالك ان هو يعني يكون في المركز الثاني بعد صراع مع بيراميدز. بعض الفرق اللي في القاع اللي هي من بدايه الموسم وضحت ان هي خبرتها الاداريه والفنيه قليله حتى الامكانيات الماديه ما ساعدتهمش بشكل كبير جدا ان هم يتواجدوا في هذه المنافسه.